we are going to organize them according to camps. Okay. Then we call a camp. It yeah. comes in one line. Start giving this one out yeah. as the other one is coming. Okay. Yeah, that's why we are sending the vehicles to go and pick others because we call all the people are coming to. اليوم وصلنا العدد إلى 23,500 سلة رمضانية. طبعا هاي السلة الرمضانية تتكون من مواد غذائية مختلفة، وزنها تتقارب حوالي 20 كيلو جرام. وغطينا الحمد لله مقديشة، واليوم نحن خارج مقديشة بمنطقة أبقوي بنوزع إن شاء الله ما يقارب 5,000 سلة رمضانية ل 5,000 عائلة صومالية، وهذه المساعدات مقدمة للشعب الصومالي الشقيق. This battle group has been in the mission area now for 7 months. And this is our first big food distribution in this area since we came. The rest of the activities that we have been doing are mostly giving treatment, which is always done inside our detach. راشين مقالان راشين الآلة إيش كنت تقنان كي حمالة داو كي قراب داو ساكين عن هاي إسلام قاس كل حال نول أدي أدبان دبا توي سنان جيفك ما هاي سن وها قصد دون دبا هنون تتاي لا دب دام أنت نين كلمة إلهي الدنيا آخر عن كلمة هي كلاني لتو أنتي إذن كواي وامهات سنتي إذن الحمد لله انا كل حاجه